اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم دكتور ناصر عياد، خبير في الاستثمارات الإماراتية والصينية بالمغرب، وذلك لمناقشة آفاق الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خاصة الإماراتية والصينية. اهلا وسهلا استاذ ناصر، مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. بداية استاذ ناصر، في البرامج الحواري ديالنا كنعرفوا بالضيف ديالنا، من هو دكتور ناصر عياد؟ المهم، ناصر عياد هو شاب من مدينة الرباط، كبرت وترعرعت في مدينة الرباط وكملت الدراسة ديالي. في سنة 1999 غادرت المغرب صوب جمهورية الصين الشعبية لإتمام الدراسة، وبتوفيق الله حصلنا على الماجستير والدكتوراه في تخصص الاتصالات. اشتغلت في من اكبر الشركات الصينيه في قطاع الاتصالات في 2014. غادرت توجهت الى الامارات، يعني بتنسيق مع الشركه الاداره المركزيه في الصين، واصبحت مع التدرج في السلم الاداري حتى اصبحت رئيس الشركة الصينية، في المسؤول على قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا الغربية. في سنة 2014 رجعت المغرب وبقيت مع نفس الشركة، وبتوفيق الله يعني اشتغلنا مع شركات حكومية صينية كمستشار في قطاعات متعددة. هذا بإيجاز. نعم. وبالنسبة للآفاق الاستثمارات الأجنبية خاصة الإمارات والصينية، كيفاش كتشوف المستوى ولا الآفاق ديال الاستثمارات بالمغرب؟ شوف، قبل ما نتكلم على هذه النقطة، فهنا كنتكلم بعدا على ثلاثة ثقافات مختلفة. اللي هي الثقافة يعني المغرب والإمارات والصين. فأنا شخصيا الحمد لله تحت لي فرصة ودرست في الثلاث المدارس. المدرسة المغربية اللي علمتني كيف الواحد يكون عصامي ويشتغل بالوسائل المتوفرة له. في المدرسة الصينية تعلمت كيف الواحد يكون منضبط. وفي المدرسة الإماراتية درست كيف الواحد يكون يعني نكران الذات والعمل الجماعي، وبالعمل الجماعي ممكن يتحقق يعني المستحيل، وهذا ظاهر الآن مؤخرا في 50 سنة تبع في عمر دولة الإمارات. بالنسبة للاستثمارات، هناك كيف ما قلت كنتحدوا على الصين والامارات. الطريقه باش نتعاملوا مع الصين مش هي الطريقه باش نتعاملوا مع الامارات. فالامارات ناس عمليين، يعني لما يحط في راسه فكره انه يستثمر، يعني يجيب على هذا الهدف تبع الاستثمار، وكتكون قيمه مضافه لا بالنسبه للمستثمر كشخص ولا بالنسبه للدوله اللي كيستثمر فيها. هذا في المنطق تبع الامارات. الصين الاشكاليه اللي فيها، المستثمر الصيني لما كيجيو الاستثمار دائما كيحاولوا يقلبوا على المشاريع اللي كتكون مربحه على المدى القريب. وهذا اللي شويه صعب خصوصا في المناخ ديال الاعمال عندنا هنا في المغرب. نعم. وكيفاش كتشوف يعني تطور، كان واحد التطور ملحوظ ديال الاستثمارات الاماراتية في المغرب، ما رايك سي ناصر؟ فكما قلت لك في الاول، ان المستثمر الاماراتي كيقلب دائما على القيمة المضافة لا بالنسبة له ولا بالنسبة للدول اللي فيها، بمنطقة رابح. وبالنسبة ان حتى اللغة كتسهل التواصل ما بين الاماراتيين والمغاربه في جميع النطاقات.
والحمد لله حتى العلاقات الوطيده اللي اسسها السهل المغفورين لهما الملك الحسن الثاني رحمه الله والشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، ومشى على دربهما جلالة الملك محمد السادس والشيخ خليفه. يعني هذه العلاقات اعطت واحد الدفعه قويه باش ان الاماره كيتيقوا في المغرب. والمساله الاخرى ان المغرب كيمتاز بالموقع الاستراتيجي تبعه وبالمناخ السياسي والامن والامان. نعم، ومن قبل السي ناصر كانت نظمات ملتقيات استثماريه في العيون، نذكر منها الملتقى الاستثماري المغربي الاماراتي، ومن جانب اخر تنظم ايضا ملتقى استثماراتي مغربي صيني في العيون. ثالثا كان هناك ملتقى استثماري مغربي اماراتي نظم في ابو ظبي. يعني هذه الملتقيات لجلب الاستثمارات الاماراتيه والصينيه بالمغرب. وهذه الملتقيات عرفت واحد النجاح كان فيها اللي فضل السي ناصر، يحكي لنا الكواليس ديال انجاح هذه الملتقيات. اولا الفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى، وفيه بعض الناس هم اللي لعبوا واحد الدور كبير في الانجاح. هاد الملتقيات الثلاثه اللي تكلمت عليهم كلهم جات بطريقه متسلسله. الاخوان في الجهه تبع العيون اتصلوا بيا وطرحوا لي الفكره في يعني في ديسمبر، يعني في تقريبا في 2019 في اكتوبر تقريبا. فالاقتراح اللي اقترحوا انه يعملوا منتدى ولا مؤتمر تبع الاستثمار المغربي الصيني. فانا على حسب الخبره تبعي مع الصينيين فقلت هذا مستحيل انه يدار، بحكم ان الحكومه الصينيه والمسؤولين الصينيين لحد الساعه ما عندوش موقف محدد من قضيه الصحراء، وممنوع منعا كليا على الصينيين يعملوا اي استثمارات في الصحراء المغربيه. في الاخير تنظم بتنظف. فالاخوان يعني ركزوا على هذه النقطه المهمه، قال كيفاش حكوا لي ان خلينا حنا كنتكلموا في الاقتصاد فالمفروض نسوي حاجه مع الصينيين. فخديتها كتحدي. وكنت انا حاط في راسي ان هذه الامور ما غاتمشيش، وتواصلت مع الناس اللي كنعرف في الصين في شركات حكوميه وشركات خواص. في بادئ الامر يعني رحبوا بالفكره وكانوا مستعدين يشاركوا، لكن مع الاسف الاخير اغلب الشركات الحكوميه الكبرى لما محتاجه تاخذ موافقه من الشركه من الاداره العليا تبعهم رفضوا بالامور اللي تكلمت فيها من قبل. الشركات الخاصه حضروا الحمد لله، وكان اللقاء جد ممتاز، وعرفوا ان الفرص الاستثماريه الموجوده في الصحراء المغربيه، وعرفوا ان هذاك هو الممكن الصحراء تكون عندهم ك كمنصة للتوسع تبعهم افريقيا وداخل المغرب. في نفس النطاق يعني فتحت النقاش مع الاخ اللي هو عزيز علينا الامين عام تبع مجلس الامارات المسلمين بالخارج، وناقشنا في هذه النقطة كيفاش ان حتى المغرب يعمل منتدى تبع الاستثمار في الصحراء المغربية. ويرجع بصراحة الفضل الكبير في هذا التنظيم لسعادة السفير الامارات بالرباط، لان بصراحة انا عشت مع هذيك اللحظات فاش كنا كنرتبوا الامور وكنحط التركيز تبعه كله لانجاح هذا المنتدى. وكنت تقريبا بشكل يومي كان عندي مع التواصل، وكان نحاول نجيب واحد الاراء اللي متوافقه وكيف المؤتمر يتسوى، والحمد لله نجح. ومن بعد جاو لنا الاخوان تبع الداخل تم طرحوا نفس الاشكاليه الاقتراح، لكن انهم بدهم يسووا حاجه في الامارات. اللي غادي نقول لك انا وحتى تبع الامارات نجح بواحد الشكل يعني رهيب، و
وان شاء الله في المستقبل العاجل حيكون واحد الزيارات مكثفه للمستثمرين الاماراتيين للمغرب. والمعلومه اللي نقول لك ان المؤتمر الثلاثه كلهم كانوا اول مؤتمر للمؤتمر الصيني المغربي في اول مره كيدار في الصحراء المغربيه. وبنفس المساله تبع العيون تبع الاماراتي حتى هو اول واحد الاماراتيين كيسويوه في العيون، واول مؤتمر كيروج فرص استثماريه خارج الوطن كان تبع الداخل. نعم، اذا هذه المؤتمرات التي نظمت ستعبد الاستثمارات الاجنبيه بالصحراء المغربيه وبالمدن الاقاليم الجنوبيه. شوف انا بصراحه الابتسامات الاخيره اللي كانت عندنا في ابو ظبي لا من الحضور ولا حتى الناس اللي ما حضروش لا شكروا، يعني حاطين الثقل تبعهم على 2022. يعني ان شاء الله حتى الاخوان في مجلس الامارات المسلمين بالخارج ولا اتحاد الغرف ولا جمعيه الاعمال الاماراتيه كلهم يعني حاطين في بالهم ان غتكون واحد الزياره مكثفه ان شاء الله في المغرب. ان شاء الله كنتمنوا ان هذه الجائحه تزول على المغرب وعلى العالم كامل ويكون الخير في المستقبل. نعم، بالنسبة للمقارنة بين الاستثمارات الإماراتية في المغرب والاستثمارات السعودية في المغرب، شنو أوجه التشابه وأوجه الاختلاف؟ أنا كيف ما قلت في البداية أن إحنا كنتكلموا هنا على ثقافات مختلفة، ثلاث مدارس مختلفة. المستثمرين الصينيين أول ما بيجوا المغرب كيجوا المغرب الهدف تبعهم هو الاستشغاف البنية التحتية، هذه هي أهم حاجة عندهم. المغرب الحمد لله عندنا شركات كبار في البنية التحتية اللي مستثمرة في إفريقيا في معظم الدول، يعني الدول الإفريقية. فصعب أن هذه الشركات الإماراتية الصينية ينافسوا هذه الشركات في المغرب، يعني شوية صعب. بالنسبه للصناعه الشركات المصنعه الموجوده الان في المغرب هي شركات اصلا عندها عقود مع شركات السيارات اللي كانوا مثلا رونو ولا تبع بيجو في القنيطره، فيعني بحكم الشغل تبعهم ففتتحوا حتى هما مصانع في طنجه وفتحوها في القنيطره. المسألة تبع الصينيين دائما كيحاولوا كما كنقولوا الربح في واحد الوقت وجيز. فلجنة الاستثمارات الإماراتية في المغرب، المغرب يحتل الرتبة الأولى بالنسبة للإمارات والاستثمارات الخارجية تبع ديالها في الوطن العربي اللي كانت في حدود 20 مليار ديال الدولار، من ضمنها 5 مليار دولار في اتصالات المغرب، والباقي متوزع على في العقار في القطاع السياحي في القطاع الفلاحي. يعني عندهم تنوع في الاستثمارات. هذا كنقولوا بخلاف اللي شفناه مثلا في الصينيين، اللي المفروض حنا كهنا المغرب ان نستفدوا من الخبره الصينيه في الصناعه، وكيخصنا كيفاش نلقاو لها حلول كيفاش نجلبوهم ان الصناعه هي اللي تدخل بقوه تابعه هنا للمغرب. سي ناصر، كيفاش كتلاحظ مناخ الاعمال في المغرب؟ شوف الحمد لله المغرب عنده افاق كبيره في الاستثمار، وعنده فرص كبيره ان المستثمر الاجنبي يجي يستقر هنا في المغرب. وفي نفس المساله عندنا بصراحه التقيت مع الناس مسؤولين في ادارات لناس اكفاء عندهم خبرة كبيرة في جلب الاستثمارات، وعندنا إدارات اللي هي خاصة في هذا النطاق. لكن مع الأسف المستثمر هنا الأجنبي اللي كيجي للمغرب، خصوصا مثلا نتكلم عن الإماراتي والصيني اللي عندي معهم علاقات، أن
ملي كيجي اول حاجه كيفكر فيها اش كيفكر انه يشوف مع الوزاره الوصيه. لما كيجي ما كيلقاش المعلومات المفروضه تكون من بعد واحد. ومن بعد كيكتشف ان في ادارات اخرى زايدين، مثلا الوكاله المغربيه لتشجيع الاستثمار والصادرات، مثلا المراكز الجهويه للاستثمار. هنا السير كي يعني المستثمر كيعرف شنو من هو المخاطب. بصفتي وبالخبره تبعي والتعامل مع الناس تبع الصيني، انا دائما كنشجع المستثمر اول ما يدير هو التواصل مع المراكز الجهوية للاستثمار تحت رئاسة السيد الوالي تبع الجهة، لان السيد الوالي او السيد رئيس الجهة هما اللي عارفين الفرص اللي عندهم في الجهة تبعهم وشنو هما اللي محتاجين كاستثمارات في المنطقة ديالهم. من بعد ما كيكملوا امورهم مع الولايه ومع الجهه، من بعد يجلسوا مع راسهم ويفكروا، ومن بعد يتواصلوا مع الوزاره الوصيه او الادارات المختصه في الاستثمار في الرباط. وهنا كنركزوا ملي كنتكلم بهذه الطريقه يعني كنطبقوا الجهويه المتقدمه فهذا هو الخطا. كاين مجموعه تبع المخاطبين، وهاد المخاطبين كلهم صراحه عندهم ناس كفء وكيشتغلوا بطريقه احترافيه. نعم استاذ ناصر، شكرا جزيلا استاذ ناصر على كل هذه التوضيحات. مرحبا. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد.